لقد صارت الأيام تسعى في أحزاننا بغير وقت، وأصبحت قرينة للأحزان والمحن. فإن مضت الأيام فكلها اذهبي ولا خوف، ولتبقي أنت يا من لا مثيل لك في الطهر. في يوم وفاتي عندما يسيرون بنعش، لا تظن أنني متألم لفراق هذا العالم، فلا تبكي من أجلي ولا تقل وأسفا وأسفا. فوقوعك في مخيض الشيطان مدعاة للأسف، وعندما ترى نعشي لا تصرخ الفراق، فوصالي هو في هذا الزمان ولقائي. وحين أودع القبر لا تقل الوداع الوداع، فالقبر هو حجاب على مجمع الجنان. دموع الأعين جارية من فراقك، والأهات لا تفتو تنطلق من أعماق الروح. الأمر بالنسبة لروحي أنا سهل، لكنها روح روحي، فأنا مريض مهدم وهي دوائي. الحي الحي في بلاء، والميت في بلاء. وأذكرك في قلبي فذاك عالمي. لا تمكث طويلا بصحبة من لا قلب لهم، إن كنت معي أسهر الليل كله، وإن غبت عني لا أستطيع النوم. وما شد الفرق بين الاثنين رغم أن كليهما أرق؟ حتى وإن تناءت أجسادنا ستبقى نافذة بقلبي تطل علي. منها أمطرك بالرسائل الصامتة تماما كما يفعل القمر، لذ عنده بالرضا ولا ترتعد من القضاء.